أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتاي مع السند كسو دوال ورق سبحاني مي أعلن سيدة ميديا ووار سبحاني مسب دي أخوض بحساسي أي نوصو سعلو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي الرئيس الوزارة محمد حسين روبلي إيا ياسين فري أو لكالاقب تيس لمركا سينا خلاف إيا الدقال حوقن كدحقر حي رئيس الوزارة صوماليا مدنة محمد حسين روبلا ياك عروضي تلابا أو قاضي كسيمها أقاسمها يدى النبسو قدى يستردون كقرنكا إيان نسا دقرقب ياسين عبدالله محمود ياسين فري تاسو كنتين روبلا أو كولان أو ييرو حلبان كلغو مرنسي يهي إيا ياسين فري سيدا يوغاتي على سيدا ميديا الرئيس الوزارة روبلا ياك عروضي حلك قادستا أو ياسين فري كسميي تليها حقان كبارستا نسا كورنيلد حمدي حسن محمود أو جوفا أهان آيس حيغان رئيس الوزارة محمد حسين روبلا كولان كأولا شيغي إنو دعاي هبين هوري أيا رئيس الوزارة أو كالحدلي ياسين فري سوقتا حلك قادستا داليسي حسا أهاتي وحا لغو صور رميا إن كولان كاسي لا اسكو فهمي واي لغونا كلا عرري ساعدك دبايا قرال اي سو سارتي كورنيلد حمدي وحا اي كو عديسي ان اي شقضا او تكتاي كو سماها النسا نقرقب ياسين فري او اي كو اديسي ان او سنكو داقمن شرعيقا دالك او يالا اسلاماركاسين اي سنجيرين عدلوغا دعوودا تاسي بدل كيدن اي شيكتاي ان حلقاني اي تاي مرقاتي نول كورنيلد حمدي ايا سببتا حلق قادس تيدا سود الدجيسي لو آني نيا إن أي حرير دولة ليدا هاي رئيس الوزارة هاي حلبان جعفر أو إلا يهده قدوم يهدك مدى داينيلي إسلامر كاسين أي كميت تهي ميت كميت أي حاسس كووقو حلبان جعفر دقر قبا ياسين فري أي حلك التليها النسا كجوغا هشيس دحمري دوهان محمد عبدالله فرماجو يرئيس الوزارة محمد حسين روبلي أو لغو حليي قلاف كي كدح أوغنا هشيس كاسي أو ديجي يي إنو ياسين فري سيهايو إلا أيو إنتا لغا سومغا عابيو تليا أي لبضانين كوودا قناع سنيهين سيكاستابا دور بالكدب هشيس كاسي ولي فرماجو سوما مقعابين عدي بدلي لهاد ياسين فري منا موقتا انو سيداس دمع سن ياهي ما دام ياسين او كميد ياهي شخصيات كسيدا آد كاهدا عدا اوغو اهدو هاني محمد عبدالله فرماجو اسلامر كاسيني دنبيا الدقال ايا ديلال قرشي سن آد اوا وين افوليي آدنا اوغو دو امين كدو هاني محمد عبدالله فرماجو سيكاستابا ها اهاتي كولان كاسي ايا لغو كالتاقي لما اوغا وحا او سمين دونو رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وحانا معقول هاي إن أو تاسي أرغود شأهان وسمييو إن أو حلق قاليس دقدقا سمييو تاسينا وحي كاني دونتا إن فرماجو إيا أسيقا أي خلاف كودا سيلا بقرحو إسلامار كاسينا هولها الدورة الشدا أي عقابات كن نقدان خلافكا أم حلق قاليس تا ياسين فري لنا عكلا مدحوينها مامولك جبلان أحمد مدوبي أيا كسوغن مقالة نيروبي دلك كينيا هالكاس أو كوضو كل معالمي أهول اللي يهي بيش عالم كي دولد كينيا سفرك أحمد مدوبي أو كسوغ بيغمي حلي حساسي أو تاغن مورم كسابسن هالكا لغو قبان أيو دورشد اللي حيطوانك كرسي أي مامولكاسي أو حرسن كواسي أو أكراس تلو قرشيي إن لغو دورت مقالة قربهاري سيدا يوغاتي على سيدا ميديا أحمد مدوبي أيا لبا قرش أجوغ النيروبي كواسي أو لحريرا دورشاد قراها شعبك قار أهان موران كهريي دورشاد مقالة قربهاري أحمد مدوبي أيا قرشه سكوبا ديا هاي إنو باش عالمك وشيغو إن فرماج أو عيدا أديك سنيا أو عقبات كن نقضي دورشاد قربهاري وحونا أحمد مدوبي شري لكل ماي دبلوماسيين عالمي إساقا أو إذين حوغن أجيدي الدولة فدرالك صوماليا قرشها اللبادي أحمد مدوبي أيا إنو كلا حدلو الدولة كينيا سيدي اي او ديارين لهيد ان دورشادو كراس تلحي توانك كرسي اي قربها ري لوغو قبان لها دقمدا علواق ايدنك كينيا احمد مدوبي ايا اسكو ديي انو دورشاكو قبتو ديگان ايكو قانع سنيهين دادكا كسو جيدا جدو بلس او سيدو كري اوود بوحدا كو ييلان كرو وحونا علواقو اركا مقالو بوحين كرتا لبداسي شردي ciidamada Kenya ayaa qayb ka ah ABSOM waxayna heli karaan taageerada beesha caalamka hadii loo xilsaaro inay sugaan amniga doorashada ka dhacaysa Ceelwaaq gudiga doorashada iyo maamulka Jubaland ayaa ku dhawaaqay in dhawaan ay dhici doonto doorashada 16ka kursi ee salka u ah khilaafka Ahmed Madobe iyo dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudiga ma shaacin goobta balse waxa aad loo hadal haya in Ceelwaaq ay tahay magaalada ugu macquulsan maadaama dadka gedo ay aqbali doonin magaalada Kismaayo dina kale dawladda Shiinaha ayaa gaadiid dagaal iyo agab ciidan ugu deeqday dawladda Soomaaliya iyada oo ku wareejisay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandiga Soomaaliya gaadiidkani ayaa loogu talagalay inay ku shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee dagaalka kula jira urkaana Shabaab
وزيرك قاشانيق عبد القادر محمد نور جامع يا شيخ إن قاديد كأي سيجارة هي أقول شقين دونان عيد ما ذحوق الدولة الصومالية الإسلام مركزين الدولة دشينها هي الصومالية وكده هي حرير قطدر وسجرينها تليا عيد ما ذحوق الدولة الجنرال أدوا يوسف راجع أو كهب لمناسبة دورة جنتا قاديد كأي شيخ إن دولة دشينها قاديد كدقال كأو أي أقول دقدي عيد ما ذحوق الدولة أو قب وين كقادم دونه لدقال كأورك كأرجع حساب الشباب fadlan dib u daawar keeni hore ee calansida media xog xasaasi ah beesha caalamka oo afka furatay isla markaasina sheegtay waa in la doortaa madaxweyne iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo kale aqalka sare dagaal xoogan oo ka dhacay saldhig ku yaala magaalada Baraawe taliye xijaar oo afka furtay aan ku horeeyay saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku dalbadeen dhameystirka doorashada baarlamaanka iyo qabashada doorasho dhexdhexaad ah oo afhayeenada labada aqal iyo madaxweynaha la doorto saaxiibada caalamiga ah waxa ay la socdaan in doorashada in ka badan 180 ee kuraasta golaha shacabka lagu dhameystiray waqtigii ay u qabteen golaha wada tashiga qaranka 15ka Maarso ayaa lagu yiri qoraal ay soo saareen xubnaha beesha caalamka waxaan si xoog leh ugu boorineynaa dhammaan daneeyayaasha in caqabadaha hortaagan dhameystirka geedi socodka ee goobaha codbixinta weli harsan ay ku xalliyaan wada hadal iyo wada ogol si dhaqso leh oo lagu kalsoonaan karo loogu soo afbeero doorashooyinka sidaa daraaddeed waxaan dhammaan hoggaamiyeyaasha siyaasaddu ugu baaqaynaa inay ka fogaadaan hanaanada oo ka mid tahay geedi socodka iyo isgaraboodka oo aan ku salaysnayn heshiis ay u dhan yihiin dhinacyada muhiimka ahi xubnaha beesha caalamka ayaa sidoo kale dalbaday in dadaalada aad loo muujiyo ama aad loo xoojiyo si loo gaaro qoondada 30% ee matalaada haweenka Soomaaliyeed ee baarlamaanka qoodada haweenka ayaa u muuqata inaysan sanadkani gaari doonin 30% iyada oo inta badan xildhibaanada la doortay saaxiibada caalamiga ah waxay hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed ku boorinayaan inay ku dhawaaqaan u diyaar garowga hangarka oo ay ballan qaadaan ka go'naanshiyahooda si loo tixgeliyo qodobada dastuurka Soomaaliya ee la xiriira geedi socodka dhexdhexaad ahi oo xalaal si loo doorto afhayeenada labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa doonaya in uu iska sii joogo filla Soomaaliya hase ahaatee beesha caalamka waxay taagan yihiin 180 waa la doortay gudoomiyaha la doorto iyo sidoo kale madaxweyne cusub si kastaba ha ahaatee arrintan degdeg ah ma jeclaysan dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo filla Soomaaliya war saxaafadeedkani ayaa waxaa si wada jir ah u soo saaray howlgalka midowga afrika ee soomaaliya amison biljimka kanada denmark masar itoobiya midowga yurub finland jarmalka urur goboleedka igad airland talyaaniga jabaan kenya boqortooyada sacuudi carabiya ururka jaamacadda carabta holland norwayn ururka iskaashiga dalalka islaamka qatar ruushka suudaan swiden switzerland turkiga uganda isku tagga imaaraadka carabta boqortooyada midoobay ee britain dowladda maraykanka iyo qaramada midoobay dhinaca kale xubna ka tirsan ururka al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan ka tirsan kuwa howlgalka midowga afrika ee amisom ay ku leeyihiin aagga halka loo yaqaano biyamaalow oo ka tirsan degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa jugta hub culus oo ay isku ridayeen al-shabaab iyo ciidamada amisom isla markaasina baqdin ku abuurtay waxaa jira khasaaro kala duwan oo ka dhashay dagaalka walow aan si rasmi ah loo xaqiijin maadaama ay ahayd xilli dadka qaarkood ay jiifeen sidoo kale aan loo dhowaan karin saldhigga ciidamada amisom ee la weeraray saraakiil ka tirsan laamaha amniga degmada baraawe ayaa sheegay in heegan la geliyey intii uu dagaalka socday ciidamada kala duwan ee ku sugan degmada baraawe isla markaasina xaaladda hadda ay degan tahay al-shabaab ayaa inta badan weeraro ku qaada taliska ciidamada xoogga iyo kuwa amisom ay degan yihiin ee degmada baraawe iyada oo weli saraakiisha ciidamada amisom si rasmi ah uga hadlin weerarkii lagu qaaday saldhigooda degmada baraawe dhinaca kale taliye xijaar oo sheegay inay socdaan howlgallo looga hortagayo weerarada ururka argagixisada al-shabaab taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar oo ka qayb galayay barnaamijka baxa warbaahinta dowladda ayaa ka warbixiyey qodobo dhowr ahi oo ay ku jireen xaaladda amni ee dalka taliyaha waxa uu sheegay inay socdaan howlgallo joogto ahi oo lagu sugayo amniga isla markaasina ay horseed ka yihiin ciidamada booliiska
hay'adaha amniga iyo degmooyinka gobolka Banaadir mudane Hijaar ayaa xaqiijiyay in lagu jiro xilligii soo kabashada sida daraadeed waxa uu ku baaqay in si wadajir ay looga hortago cid kasta oo isku dayda in ay wiiqdo amniga dalka iyo horumarka ka jira ayuu yiri taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Hijaar waxa uu xusay in siyaabaha looga bixi karo dhibaatooyinka bulshada ay tahay in la helo wacyigelin ku aadan ogaanshaha qaabka shaqo ee loo baahan yahay in ay dhex marto ciidanka iyo bulshada Soomaaliyeed taliyuhu waxa ugu dambeyntii faray ciidanka booliska in shacabka ay kula dhaqmaan sida ugu habboon ee ay ku jirto danta sharafta iyo karaamada bulshada Soomaaliyeed wuxuuna dhanka kale u mahad celiyay ciidamada shisheeye ee ka qayb qaadanaya sugidda amniga gudaha dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee waxa amni darro xoogan ay ka jirta gudaha caasimadda Soomaaliya oo ah halka ay ugu xoog badan tahay dowladda federaalka Soomaaliya waxaana jooga kumanaan iyo kumanaan ciidamada AMISOM dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka